بسم الله الرحمن الرحيم. أطلب من الأخوة الكل مشاركة هذا الفيديو ليصل للقوات الأمنية، رئيس الوزراء، للناس المعنية، للشيوخ، للناس الشرفاء. اليوم عصابات أهل الحق اليوم وصلت لمنطقتنا ولبيوتنا وقامت بالتعدي بالسلاح وبالطلق الحي ورمي الطلق الحي على بيوتنا، واليوم هنا وهاي أكثر من واحد انجرح وانضرب، كلها اليوم انضربت بسبب عصابات أهل الحق، وذلك لنشر منشور للخروج بتظاهرة على الفاسد عدنان فيحان. هذا كل اللي جرى اليوم بسبب المنشور اللي على حسن منديل، اللي قالت حسن منديل تهجموا علينا بالسلاح لبيوتنا. طبعا اليوم عصابات العصائب هجموا علينا المنطقة اللي جاية وروعوا الأهالي، اعتدوا بالضرب على كبار السن على هنا الأخوة، فيش خوا أحد الأخوة، اعتدوا بالسلاح الرمي إطلاق الحي، روعوا المنطقة، رموا كبار السن. طبعا طلعنا لهم احنا بدينا، هم جبناء جايين بالأسلحة، الأسلحة المدججة، وجايينهم 40 سيارة وجايينهم تقريبا، واحنا طلعنا بدينا كانوا يخافون واقفين على الشارع ما يقدرون يطبون، لو طابين كان الناس بالنعل، هاي الاهالي هاي الخيره كان بالنعل قضت عليهم، بس هم جبناء التجأوا بالشارع العام بالسيارات ودخلوا على راس الفرع بسبب منشور يوم امس نشرناه. المنشور طلب تظاهره سلميه امام منزل عدنان الفيحان، لانه متشبث بالمحافظ الفاسد، معتدي على ثوار بابل، المحافظ اللي سرق المحافظة وحال مشاريعها ووزع مشاريعها لشركات الحكيم ولشركات من الرمادي تابعة لأحد النواب الفاسدين المتنفذين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. المقطع كما شاهدتم الموضوع سيكون عن الهجوم الذي شنته ميليشيا العصائب التابعة للحشد الشعبي على منطقة في محافظة بابل، اعتدت على الأهالي وقامت بخطف أحد الأفراد، أحد المدنيين من هذه المنطقة، وكذلك كما تابعتم الاعتداء أسال الكثير من الدماء من بين المدنيين الموجودين بسبب منشور على الفيسبوك يطالب بمظاهرة سلمية لإقالة محافظ بابل. طبعا قمع الحريات هو الموضوع الذي سنتحدث به اليوم، وكذلك عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة وهذه الوعود الحكومية التي تعطى، ولا تزال الميليشيات تعيث في الأرض فسادا ولا تزال ترهب المواطنين، ونرى رئيس الوزراء يذهب لمقر الحشد الشعبي ويلتقي بزعماء هذه الميليشيات ليرتدي لباسهم ويكون واحدا منهم بتصريحاته وبأفعاله. أين حصر السلاح بيد الدولة؟ أين هذه الوعود التي أعطيت؟ متى سينفذ أصلا قانون أو قرار أو هذه الخطوة من قبل الحكومة بحصر السلاح بيدها وسحبها من الميليشيات؟ ومتى ستحاسب هذه الميليشيات على انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكب يوميا ضد المدنيين العزل؟ وكما استمعتم طبعا يدخلون بأسلحة مدججة، ورغم وجود القوات الأمنية ربما في هذه المناطق القريبة لكنهم لا يتدخلون وربما لا يستطيعون التدخل حتى. لدينا مقطع في بداية هذه الحلقة نود أن نشاهده مع حضراتكم الآن، مقطع لرجل يتحدث عن مواطن عراقي، يتحدث عن دور وسائل الإعلام حقيقة في تشويه صورة ما يحدث في العراق، وكذلك استضافتها لبعض السياسيين ممن رآهم هو من وجهة نظر أنهم فاسدون، وكذلك انتقاده للسياسيين الموجودين في العراق، فلنشاهد. طلعت للقنوات، هو حتى قنواتكم المن تستضيف، لا تستضيف السراق والقتلة والمجرمين وسرقوا البلد، إذا أنتوا أي قناة؟ سحر عباس يوم طلعت لها زوج مال حرامية قاعدة تنظر على الشعب العراقي.
ابو الشرقية اثنين حرامية من الاحزاب نضع الشعب العراقي، بويته طلع الضحية ولا طلع الجلاد؟ هذا جلاد طلع لي الضحية خلي شوف العالم يشوف ايش يصير بيه، طلعوا لي جلادين انتم جلادين الشعب العراقي اللي تطلعوهم بالتلفزيون بقنواتكم واستاذ وتجيبوا له كله من حلويات من الامراء وتجيبوا له شاي بالكوب، مو هذا الواقع ولا غيره. تعرف قنوات قنواتنا الفضائيه كلها وقنوات الشيعه ما عندها شغل وعمل تقعد من الصبح دعاء الصباح دعاء الندبه دعاء التوسل الجيش الكبير والعالم كانت لجوء. والعالم ما تقدر حتى الله ما يقبل الدين بدون الجائع ما ينطي دين لان ما يستوعب الجائع ما يستوعب لا علم ولا دين ولا كل شيء لا ما يشبع ما يقدر يستوعب. فيا استاذ علي ترى المعاناه ما حل عراق ميت الناس منتهيه حلول ما عندها لان ذولا مو اختصاص يحكمون ذولا مو تخصص حكم ذولا تخصص سرقه جابتهم امريكا هم دا يقولون الامريكان دا يقولون بريمر دا يقول لميناهم للشوارع وجبناهم وقعدناهم ذولا اختصاص سرقه ياخذ يطل حزبه يطل جماعته ويطل الامريكان ويطل الصهاينه ويقعد يسكت. مشاهدينا معنا السيد ابو زكريا من كركوك، تفضل يا ابو زكريا. الله يحفظ الله يحفظ مناكم ان شاء الله ويحفظ الشعب العراقي بالله العظيم. ابني محمد هذول حكومه ما زوي من 2004 لحد اليوم يحكمون من 2004 اساس العراق قتل العراقيين تهجير العراقيين حتى هم يستفادون يعلم كل شيء يستفادون ما يعرفون الشعب العراقي فلس واحد ما يعرفون الشعب العراقي. هذول جابونا قتلت العراقيين وين هذول يعني شو اقول لك مسجد الدركة وجسد العامة ايش قد ماتوا بيه جل العالم نعم جل العالم استشهد استشهدوا انفجارات من 2004 لحد هذا اليوم. يا ابني محمد بالقران العظيم هذول الناس عجم ايرانيين صفر وامريكان يعني هسه زمن الكامل هذا كامل عسل شريف والله انقص من عندهم ما حد ما يحب العراقيين من هذول السياسيين. نعم بس والله العظيم عندي كلام واحد يا ابني محمد الله يحفظ الشباب العراق المتظاهرين العراقيين ان شاء الله هم رفعت راسنا هم ياخذوا حقوقنا بالله من الرب الله ورب العالمين يا ابو محمد الله يحفظك يحفظك كل شباب العراق والله يحفظ كلامكم. الله يسلمك يا ابو زكريا انا اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو زكريا من كركوك. نشاهد استنكار عشائر محافظه بابل هجوم ميليشيا العصائب التابعة للحشد الشعبي على منازل الناشطين في التظاهرات واختطاف أحد الناشطين من منزله محذرة من التصعيد في حال استمرار الهجمات الميليشياوية. فلنشاهد. إننا نطالب بفرض القانون واستعادة هيبة الدولة من خلال اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق هذه الزمرة الإرهابية الضالة وغلق مكتب العصائب في الحمزة الغربي والتزامنا بأقصى درجات ضبط النفس وننتظر نتائج الإجراءات القانونية بحقهم وأننا نحذر في حالة عدم إجراء حازم بحق هذه الفئة المجرمة سيكون لنا موقف سيعلن عنه لاحقا بمدة محددة لمدة 48 ساعة وقد أعذر من أنذر. معنا الآن السيد كريم من بابل، تفضل يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وبقناتكم وأكون وياكم وأنا شرف أن أكون معكم على الهواء. نعم. حقيقة الموضوع اليوم بخصوص ما حدث أمس في بابل. نعم. من الاعتداء على إخواننا المتظاهرين في بيوتهم. وهذه ليس بجديدة على الميليشيات الموجودة. نعم. حقيقة ذول الاثنين الإخوان اللي هو دكتور برغام والاستاذ عبد الحمزه اثنين ناشطين ومعروفين بمستوى نشاطهم واندفاعهم ووطنيتهم وقيمهم العراقيه الاصيله. نعم. دول لهم صولات وعلى الميليشيات وعلى المحافظ وعلى قائد الشرطه
من خلال مواجهاتهم معهم. من ما جعل الأخ الفيحان مرشح أو نائب عن العصائب أن يحذرهم ويرد عليهم في أحد المنشور، يعني صار نوع من التحدي. ولكن أنت تتحدى معهم بالساحة، أنت وحيهم لبيوتهم. إحنا قبل فترة من راحوا الإخوان إلى بيت المحافظ قلنا ما قبلنا عليهم ودعنا عليهم وقلنا لهم هاي أول مرة تروحون دخلت مسؤول بيوت المسؤول لعائلته واللي راح عائلته، لا مسموح لأي واحد يروح. طيب أنت شلون ميليشيات تروحون تطبون وتدخلون داخل البيت؟ لا تصريح قضائي، لا شكوى، لا تفشي، لا قانون، لا شرطي معاكم، لا مختار معاكم. تدخلون إلى البيوت وتكسرون الزجاجيات مال البيوت وتعتدون على الـ على الـ على الأعراض الناس وعلى الأولاد وعلى أنت الشباب. قبل شوية يا سيد كريم قلت كلام مهم حقيقة، ذكرت أثناء كلامك قيادة العمليات أو القوات الأمنية والمحافظ، شنو دورهم إذا هم يسمحون للعصائب لهذه الميليشيات وغيرها أنه هي تعتدي على الناس وتأذي الناس وترهب المواطنين بهاي الطريقة ويحملون السلاح وإطلاق رصاص حي؟ الحقيقة إحنا بالأمس ناشطون نادي التغيير، تجمع ناشطون نادي التغيير في ساحة بابل أمس، وجهنا بيان وحضرنا به المحافظ أن يسكت، وقال الشرطة أن يسكت عن هذا الموضوع. وهناك شكاوي من عوائل الاثنين راح تكون موجودة بالقضاء، ما نسمح لأي واحد أن يتدخل ويسيسها وسنتابعها بنفسنا. وقلنا للقاء الشرطة ودزينا له رسالة لقاء الشرطة أنه أنت مسؤول عن هذا الموضوع، لأنه الشرطة واجبة حماية المواطن وحماية بيوت المواطنين أن تكون آمنة، وهي في خدمة الشعب مو في خدمة السياسيين والمرتزقة والميليشيات. يشوفه قدام يطب البيت ما يحاسبه، ما يطلق أمر عليه، ما يقول له أنت تعال عندك أمر قضائي شرطه على هذا البيت. إحنا واجبنا هذا ومسؤوليتنا، لكن لا يباهوا لهم. فإحنا دزينا البارحة رسالة وبيان إلى المحافظ وإلى قائد الشرطة وإلى أيضا حتى وزير الداخلية ورئيس الوزراء، أنه حذرنا من عنده أن يتسيس هذا الموضوع ويخرجون دولة بدون أن نسمح من القضاء رد فعل آخر يطمن الناس أن القضاء غير مسيس. طيب أنا أشكرك يا سيد كريم من بابل، معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الحديث متصل شيء بشيء، كل الأمور متعلقة، وأهم فقرة هي في الحياة كلها طبعا هو الاقتصاد. أي. الناس كاثرها الجوع. طيب. ما بين مرض، ما بين عدم تعيين، ما بين كذا، يعني آخرها أسه، يعني رئيس وزراء يصدر أمر يقول كل الموظفين تصرف عنهم الرواتب، وزير المالية يقول كل الموظفين، تيجي بالنجف الوحيدة محافظ النجف وموقف هذا صرف الرواتب، وخاصة للمعلمين والمدرسين. يعني احنا استحقاقنا 20 بالشهر، واليوم احنا بيوم 2/6، يعني صار لنا 13 يوم على وقت استحقاقنا للرواتب. والله شنو جناب المحافظ والمدير العام التربية ومدير مصرف يسمون مصرف حي الأمير يرضون أنه يسلمون الرواتب للمعلمين والمدرسين. وباكر الصبح إن شاء الله راح يطلعون كل المعلمين والمدرسين محافظة والأثنين والنواحي بمظاهرات عارمة أمام مبنى المحافظة والمصنف ومديرية التربية. يعني أنا بدي أقول هنا كما قال الإمام علي عليه السلام، يقول ولكن لا أمر لمن لا يطاع. لما رئيس وزراء يؤمر محافظ يرفض تنفيذ أمره، مدير عام يرفض تنفيذ أمره، مدير مصرف يرفض، ليه؟ هذول ما قالوا أولا تعرف كورونا وما كورونا كذا، الاثنين حمل اعتداءات ويحط لك الشرطة. رئيس الوزراء وزير المالية يقول لك المصارف كلها ترسناها فلوس قبل العيد ومؤمنة، روح استلموا رواتبكم. تجي هذول الإشارة اللي يسموها الماستر كارد والكيكارد يسدوها من يمهم. طيب وين سيد رئيس الوزراء؟ وين أمر رئيس الوزراء؟ لأن عبر وسائل الإعلام كلها المرئية والمطبوعة والمسموعة والاتصال السريع ما وصل خبر إلى رئيس الوزراء. ما وصل خبر
الى رئيس هذا وزير الماليه. زين يطلع وزير الماليه وتطلع مدير عام مصرف رافدين المركز العام في بغداد اللي يتبع له كل الفروع بالعراق. نعم. وتقول ما في استطاعات طلعت على خمس قنوات فضائيه. ما في استطاعات لشهرين وثلاثه بالرواتب. خاصه اللي ماخذين سلف. نعم. النجف هي الوحيده اللي تسوي استقطاع والوحيده اللي بتعطي كاسبك. طيب الناس شو يسوون؟ برايك ليش مستهدفين اهالي النجف يا ابو زينب؟ يحاربون الناس برزقهم. ليش تعتقد انهم بده يحاربون الناس برزقهم يا ابو زينب؟ والمدرسين ما اعرف ليش. هو من رئيس الجمهوريه الى نظر فراش هو يطلع من تحت ايد المعلم والمدرس. هذا العداء الحيواني مسافر على دولة ليش؟ نعم. أنا أشكرك يا أبو زينب من النجف، والله يكون بعونكم ونتمنى رسالتك وصوتك يوصل. السيدة أم زهراء من البصرة تفضلي. أم زهراء. تفضلي يا أم زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجلي بالسجن صار له 5 سنوات. منو؟ أنا زوجي بالسجن صار له 5 سنوات. نعم. إي حكمه 5 صار له 2.5. ليه شنو التهمة؟ والله التهمة ما هو يعني طلع تاكسي يشتغل. أي. وواحد وياه شايل ممنوعات. إي. فلزمه يعني ولزمه طاحت براس زوجي. وصاحب الممنوعات طلع منها يعني؟ اي طلع منها. دفاها كلها براد زوجي. زوجي يعني عنده يعني قال لهم سوالي تحاليل سوي نهاية يعني على مود يتاكدوا. يعني يثبت براءته وما صار. عندي 5 جهال. نعم. الله يكون بعونكم يا ام زهراء والله يفك اسره اذا هو بريء ومظلوم. سيد ابو فيصل من السعوديه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك استاذ محمد؟ الله يسلمك بخير الحمد لله. الله يحفظك، تحيه لك، تحيه للغنائم، تحيه للكادر، تحيه للشعب العراقي. اشكرك. لا تدين ولا تستنكر جرائم الميليشيات الاجراميه ضد الشعب العراقي. نعم. وانا طالب استاذ محمد من منظمات ونطلب من الامم المتحده بتدخل بالعراق، لان العراق لا يوجد دوله بالعراق. نعم. يوجد مجموعه عصابات تابع للميليشيات قذرة. فالعراق لابد من تدخل دولي، يعني العراق الحين كل منظومه ليست رئيس وزراء فاسد بس، رئيس الجمهوريه فاسد، رئيس البرلمان فاسد، وزير الدفاع فاسد، القضاء فاسد، المرجعيه فاسده، نهيب الشعب العراقي ان يدافعوا عن انفسهم، لا يسمحوا لهذه السكولات ان تدخل بيوتهم مثل الميليشيات الخزعلي وميليشيات هذه القذرة. المفروض يكون السلاح ممنوع دخول بيت وهم عشايا شريفه، يعني لا يدخلون مثل هذه الشكول تدخل بيوتها. ما دام لا يوجد دوله عليكم ان تتخذوا سلاحكم وتدافعوا لانفسكم. الميليشيات هذه الميليشيات القذره لو تعرف ان العراقيين سوف يقاومونهم والله يهربون كلهم جبناء لانهم ابناء شوارع عقيده الميليشيات وهم مرتزقه يقول من اجل السرقات من اجل. فعلى الشعب العراقي يدافع عن نفسه وتحييرك. شكرا يا ابو فيصل من السعوديه. ابو كريم من الفلوجه تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. استاذ محمد احنا عجزنا من هاي الوصف لهاي الحكومات. نعم. عجزنا، هاي مو حكومه، هاي ايران. استاذ محمد ايران. نعم. يعني دول حاطين اقزام جوا الحكومه دي شيء، الحكومه الايرانيه. نعم. عجزنا يا استاذ محمد والله العظيم عجزنا. وما ظل ما ظل يعني شيء، الشعب العراقي سنه وشيعه وكراد كلها تدمرت. نعم. احنا نريد من جماعتنا الصحفيين الخارج البرة يطلعون، احنا لو عندي مجال انا اطلع برا اروح مو على تراب اروح على ابو تراب. نعم. بس ساعدونا شويه منك من الخارج، احنا هنا مقيدين. مقيدين ما عندنا، اللي داخل بيته هم محجوز واللي خارج بالمخيم هم محجوز. نعم. شنو الوضع هسه يمكم يا ابو كريم بالانبار؟ شنو الوضع يمكم؟ الوضع الامني تحديدا. الوضع والله الوضع سيء، والله ما تعرف تمشي. هذا يطوط منا وهذا يدق هوري منا وهذا العصابش منا.
يعني ناس هاي ما نقول ناس احنا بس ايش نسوي شو دور الامن شنو يا ابو كريم؟ دور الامن بالانبار شنو؟ يا اخي ما لهم دور، دول ناس ما تفتهم همت، ما عندهم شنو الامن هذا؟ من يسميه امن؟ مو امن نعم. هذا هو حاط هاي الكليه براسه مال اصابات قال لي روح اعمل ما تشاء، ما حد يحاتيك. مو اضرب جمعة اسحب انهب ابو كريم جيب حيالله كل شيء تجي عندك جيبه. ابو كريم كل شيء عندك ابو كريم. نعم. وزير الدفاع جمعة نادي يقول انه 80% من اهالي المحافظات الغربيه هم الخلايا وهم الحواضن لداعش وهاي التنظيمات الارهابيه، وذب الموضوع كله براسكم. اذا حضرتك تقول هنا أنا ماكو امن، هو على اي اساس يوجه لكم هاي الاتهامات وهو اصلا لم يقم بواجبه بحمايه هاي المحافظات؟ استاذ محمد هذا لو هو وزير صحيح لو اسمه وزير مو لعبة الشطرنج. نعم. هذا ما يعرف الوزير شنو. نعم. هذا وين كان بيا قبعة وين كان؟ ما اسمه وزير هذا اخي محمد. نعم. يعني هسه انت كلامك هذا المثقف الكلامك ينقض ذهب مثل هذا؟ احنا ما نعتبره هذا ولا احنا ولا نعتبره حكومة هاي. نعم. لا هاي ولا ذيش ولا القبيله ولا البعده، هذا فد واحد يعني تتحرم تقول هذا بشر. هاي وزير ابو محمد ابو جاسم هذا ماكو وزير عندنا اخويا. نعم والله العظيم حسافة تجي كلمة عيا الوزير. انا اشكرك يا ابو كريم، اشكرك كنت معنا من الفلوجه، شكرا جزيلا لك للمشاركه. طبعا نتابع مع حضراتكم الآن أيضا أحد الناشطين في تظاهرات ثورة تشرين في محافظة بابل، وهو يؤكد أن عناصر من ميليشيا العصائب هاجمت منازل الناشطين في التظاهرات، فنشاهد. يصير بحظر التجوال وإحنا ملتزمين بحظر التجوال، والقوات الأمنية مسيطرة والطبع عصابة العصائب وتضرب السيطرات ومسلحين ويشفتون بيوتنا، وقسما بالله العظيم قادرين نشيل سلاح وننعل والديهم. ومن الساعة الأولى قلت للوجهاء اللي هنا قالوا لي راح يجون العصائب، وقلت لهم خلي نطلع وولدنا، قالوا لا ما نريد نشنج الأمور. يا زعيم قبيلة البسلطان يا شيخ علي حاتم الجريان يا شيوخ البسلطان، علي تركي مستهتر مجرم قاتل، وعدنان الفيحان دزوا عصاباتهم واعتدوا على بيوتنا. طبعا مشاهدينا الكرام هذا حديث ناشط يتكلم بألم وبغضب تجاه الاعتداء الذي تم عليهم، وهو يتحدث بنقطة مهمة حقيقة للغاية وهي موضوع فرض حظر التجوال وكذلك الانتشار الأمني في المناطق القريبة منهم ومحيطها، وتم هذا الاعتداء عليهم. هذا طبعا إثبات أيضا للاختراق الأمني الكبير الذي تتعرض لها المؤسسات الحكومية الأمنية في العراق، وكيف أنها لا تستطيع السيطرة على الميليشيات. وطبعا العصائب هي إفراز من إفرازات الحشد الشعبي، هاي الميليشيات اللي هاي النتائج اللي نشوفها الآن، العصائب وغيرها من هذه الميليشيات هي التي تعتدي على الناس ليل نهار ويتذرعون ويقولون إحنا اللي حمينا أعراضكم. بهذه الطريقة يتم الاعتداء على الأعراض وعلى الناس، خطف قتل إطلاق رصاص، والقوات الأمنية مجرد مشاهد لهذه الاعتداءات. من معنا الآن؟ السيد أبو علي من الأنبار، تفضل يا أبو علي. أنا وجاسم شلونك؟ الله يسلمك حياك الله. شلون صحتك؟ الله يبارك بك الحمد لله. أبو جاسم هذا من الشهادة، هذا رئيس الوزراء صبر علي رئيس الوزراء شو اسمه؟ هذا من هو هذا؟ شو اسمه؟ جمعانات؟ وزير الدفاع إي. الدفاع من يشيل على الانبار. نعم. وتعرف نفسه من هو من هو مش شايف الانبار، هو تعرف هو ايش ما له مسامي قبل شايف الانبار ما له مسامي. نعم. جبت ابو فلان وفلان ابو وضاح وما ابو وضاح اسمه له ابو حطاب. ابو علي انا بس اريد اسالك، انتوا الميليشيات مو موجوده عندكم بالمحافظه لو شنو وضعكم الامني؟ لا من هم الميليشيات؟ أنا دا أسألك وضعكم الأمني بالمحافظة شنو؟ أبو جاسم أنا ما أقدر أحكي لك بالتليفون، لو تأخذ تليفوني وتخابرني أسولف لك كثيرة، أنا بقيت هنا محجور، أنا هنا بسواريتي وعدموني وهذا بالبحوني يعني. من أمي؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟
وكلهم كانوا بالفلوجة، وكلهم كانوا بالفلوجة هنا بالرمادي، كلهم أمهات. هم ذول الدواعش، هذا هو ولا بعض. نعم. هو يقول هو يقول ان انتم الحواضن، انتم اللي دعمتوهم، انتم اللي خليتوهم يكبرون يقوون. وشين سبته؟ نعم. شين سبته؟ سبته شنو هو بالعسكريه؟ نعم. كان عميد هو هنا، كان عميد هنا، كان هنا هو مسؤول عن الدواعش، وين راح نذبح؟ هو يعني القائد، هو الوزير، هو المسؤول عنهم؟ عنهم كلهم مسؤولين، كلهم من شو اسمه؟ كلهم من الحكومة. طيب، شكرا يا أبو علي، وضحت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا لك للمشاركة. طبعا غضب شعبي كبير حقيقة في العراق بشكل عام، وليس فقط في المحافظات الغربية، من تصريحات وزير الدفاع اللي قواته تباوع على الميليشيات وتسكت ويلقي بهذه الاتهامات على الناس الأبرياء اللي دمرت مدنهم وتهجروا بالملايين وقعدوا بالمخيمات، كاتلهم الجوع البرد والحر، وما كلف نفسه هو أو اللي أكبر منه من القيادات الأمنية السياسية أنه يروحون يطمنون على وضع الناس ويعيدون أعمار مدنهم وقراهم ويحافظون على أمنها ويرجعوهم إلى بيوتهم. مسيطرة حزب الله على جرف الصخر، ومسيطرة ميليشيات ثانية على مخيمات وعلى مناطق، وما حد منهم وزارة الدفاع المسؤولة عن حماية الحدود والأرض والمواطن أن تروح تسحب السلاح من هاي الميليشيات، تلقي مجرميها ومنتهكيها بالسجون لتلقي المحاسبة والعقاب. بدل ما يسوون هاي الأمور يقعدون يصرحون أمام وسائل الإعلام ويتهمون الناس اللي تهجروا ودمرت مدنهم وصار لهم سنوات مدى يعرفون يرجعون إلى مدنهم. دعونا نشاهد لحظات الاعتداء على المواطنين في محافظة بابل بسبب نشرهم لموضوع تجميع الناس حتى يطلعون في تظاهرة لإسقاط محافظ فاسد. دعونا نشاهد كيف تعاملت معهم الميليشيات. شوفوا يا عالم، نشبنا على عدال الفحال، شوفوا وزير يضربون. العصايب هدوا علينا، العصايب المحاول هدوا علينا، شوفوا يا عالم، نشبنا على عدال الفحال، شوفوا دمرانا، شوفوا وزير. طبعا المضحك في الموضوع انه الناس اللي بالعراق اللي دا يطلعون تظاهرات سلميه وصار لهم 9 أشهر يتعرضون لاعتداءات من قبل العصائب على يد عصابات كما يسموها اهالي بابل، عصابات الحق، اهل الحق، هاي الميليشيات اللي هي ضمن الحشد الشعبي، تعرضوا لاعتداء، لاختطاف، لقمع، لاغتيال، لقتل مباشر على يدهم وعلى يد القوات الحكوميه، ويطلعون قنواتهم الفضائية، ويطلع قيس الخزعلي على تويتر يغرد يقول القمع اللي دي يصير بأمريكا هو انتهاك لحقوق الإنسان، وكأنهم ملائكة موجودين على الأرض في العراق، والمشاهد اللي دنباوا عليها والدماء اللي دتسيل على أيديهم هاي بالنسبة لهم مو قمع للحريات ولا اعتداء على حقوق الإنسان. معنا السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل يا أبو الحسن. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قناتكم البطله التي تنقل الحقائق. حياك الله. احنا استاذ محمد نعرف انه كل الحكومه او كل ما يجري بالعراق هو سببها الحكومه، لانه هي حكومه ميليشيات، فكل الاحزاب مرتبطه بالحكومه. نعم. سواء قيس الخزعلي او بدر هي ارتباطه بالحكومه، ولين ولها نفوذ في البرلمان والوزارات. ف يعني من خلال قمع المتظاهرين في بابل، نعم، الحكومه الهيئة، لانه بسبب الحكومه هذا عمليه القمع. نعم. فايضا في بغداد صار قمع في ساحه التحرير. نعم. على المتظاهرين، هي مو بس في بابل. صحيح. وانما ايضا في كل ساحات الاعتصامات اللي يطالبون حقوقهم. نعم. عمليه اباده وتنكيل بالمتظاهرين اللي يطالبون بحقوقهم المشروعه. نعم. الان المتظاهرين في بغداد وكل المحافظات
كانت مطالبات حول التعيينات والخدمات، الآن يطالبون من خلال قناتكم يطالبون بإسقاط العملية السياسية برمتها، لأنه هذا مصطفى الكاظمي هو جزء من الميليشيات وجزء من النظام الإيراني الحاكم في العراق. نعم. احنا نعرف ارتباط قيس الخزعلي والمنظمة بدر، والمنظمة بدر هي ارتباطها ارتباط مباشر مع فيلق القدس والنظام الإيراني وأيضا الطلاعات الإيرانية. فما يريدون أو ما يريدون أنه وضع العراق أن يتغير، لأنه ارتباط الميليشيات وأيضا حتى ذات الوقت السيطرة إيران على العراق من ناحية الاقتصادية ومن ناحية أنه الأمنية، يقولون احنا نحفظ الامن، وانما هم جاءوا ليقتلوا الشعب العراقي وشباب العراق من خلال نفوذهم في السلطه، لانه عمليه شلون نقول يستخدمون سلطه عمليه يعني يعتبروها شرعيه. صحيح. وانما هم جوي من خلال السلطه لقتل الشعب العراقي المنتفض واللي يطالب بحقوقه المشروعه من خلال ثورته في كل المحافظات، وهاي عمليه الاجراءات اللي يقومون بها بقمع المتظاهرين، حتى عمليه في السجون نكلوا في المتظاهرين، الان المتظاهرين في ساحه التحرير والمحافظات يطالبون باطلاق سراح المتظاهرين والمعتصمين في سجون الحكومه والميليشيات. بدأوا يخطفون كل متظاهر يطلع أو معتصم يطلع له من التظاهرات، ميليشيات العصائب وبدر تصطف هؤلاء المتظاهرين اللي يطالبون بحقوقهم وعملية إسقاط النظام السياسي في العراق، لأنه من خلال 2003 ولحد الآن ما جنوا خير للعراق، وإنما دمروا العراق، دمروا شعب العراق، بل دمروا أيضا البنية التحتية. وضحت يا أبو حسن، أنا أشكرك، أكتفي وياك بهذا القدر يا أبو حسن. أبو الحسن أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد. نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم دماء الشهداء، باسم ثوار ساحة الحبوبي، ستكون لنا غدا وقفة بطولية أمام محكمة استئناف ذي قار الساعة 8 صباحا يوم غد الثلاثاء المصادف 2020/2/6 للمطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين وعلى رأسهم المجرم جميل الشمري. فإننا وبعد الصبر والانتظار الطويل لم نلاحظ أو نلتمس أي خطوات جدية لحسم هذا الموضوع رغم صدور مذكرة قبض بحقه. لذلك من ساحة ثوار الحبوبي ندعو جميع الثوار وأهالي محافظتنا العزيزة للوقوف معنا غدا في الوقفة الاستنكارية، وبعدها سيكون لنا اعتصاما مفتوح أمام محكمة الاستئناف، ولن نتراجع حتى البدء بمحاكمة القتلة والمجرمين فعليا. وإن لم نجد أي استجابة ستكون لنا خطوات تصعيدية أخرى، الرحمة والخلود لشهدان الأبرار والشفاء العاجل لجرحان الأبطال والنصر لثورتنا المباركة. ثوار ساحة الحبوبي 2020/1/6. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نقرأ بعض الرسائل الواردة لنواكب مع المشاركين على الواتساب الخاص بقناة الرافدين، حقيقة لنستطيع أن نقرأ أكبر ما نستطيع من الرسائل. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل يقول تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول أستاذ محمد، العراق يحتاج إلى وقفة الرجال المعنيين له، الحشود والميليشيات والدواعش المنبع من مصدر واحد ضد الشعب العراقي بأوامر خارجية، والقوات الأمنية والجيش عاجزة عن أخذ دورها لحماية الشعب. يقول إن غدا لنظره لقريب،
شكرا يا ابو حاتم. في رساله: السلام عليكم، الحكومه تريد القضاء على اخواننا ابناء السنه ونحن لن نرضى بذلك، دماءنا فداء لكل ابناء السنه شرفاء اخوكم من البصره. شكرا جزيلا للمشاركه. وطبعا انتشر وسم هاشتاج على تويتر بعنوان الغربية أهلنا، وكان ردا حقيقة على هذه الأصوات الطائفية التي تحاول أن تعيد الفتن مرة أخرى، تحاول أن تثير البلبلة وإعادة هذه الأنفاس الطائفية لداخل المجتمع، لأنها كانت وسيلة نجحوا في استخدامها مرة فيريدون تكرارها مرة أخرى لتفتيت هذا المجتمع. وطبعا الرد جاء بصراحة وبوضوح وبسرعة كذلك من قبل الشعب العراقي الذي يعلم جميعا، جميع العراقيين يعلمون حقيقة هؤلاء الذين يتواجدون في الحكم. من معنا الآن؟ السيد أبو وسام من الموصل، تفضل. الله يسعدك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله أبو وسام. الله يبارك فيك أستاذ محمد. يعني من الموصل. نعم. اليوم عندي اخوي صار له 4 سنوات انفقد. صار له ايش قد؟ 4 سنوات. نعم. اعتقلته جهه مجهوله. نعم. وما خلينا سجن بالعراق، ما اضطرينا. نعم. وما ينطبنا اي معلومه عنه. طبعا من خلال قناتكم اناشد الحكومه، القوات الامنيه، احنا وين نروح؟ يعني ما ظل مكان بالعراق ما اضطرينا، لا ظل السجون، لا ظل التعذيبات، لا. نعم. ناس أبرياء راحوا وما نعرف وين صاروا. نعم. الله يبارك فيك. إن شاء الله صوتك يا أبو وسام يوصل ورسالتك توصل، واللي سمعها واللي عنده قدرة إنه يتدخل، إذا كان أكو ضمير نتمنى إنه يتدخل. المشكلة بالعراق حقيقة، مشكلة المغيبين والمعتقلين أرقام مخيفة، يعني هيومن رايتس واتش تتحدث عن من 250 ألف إلى مليون مفقود بالعراق، بين مغيب بين معتقل، يعني أرقام حقيقة مخيفة. عندما نتحدث عن رقم يوصل من 250,000 إلى 1,000,000 شخص في عداد المفقودين بسبب الميليشيات وبسبب القوات الحكومية، وهذا طبعا نتاج هاي العملية السياسية الفاسدة اللي كانت موجودة ولا تزال منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة. في رسالة يقول أحد المشاركين: السلام عليكم أخي، شو وقت نخلص من هذول الذيول؟ الله ابتلانا بيهم، إذا هم أهل العمايم هم سرقوا أموال العراق، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو جنة من كركوك يقول: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة، يقصد هو نفسه يعني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والله العظيم تعبنا، أرجوك أستاذ محمد توصل صوتنا إلى الحكومة وشكرا. يعني احنا هسه بزمن صار كل شيء تقدر تشوف الحكومة السلطة، ان كان على الفيسبوك على تويتر على التلفزيون على اليوتيوب على اي مكان، تقدر هذه الشخصيات الموجودة بالعراق اللي موجودة بمناصب ومواقع داخل السلطة انه هي تعرف الناس اللي تناشد وتسمع هاي الاصوات وتشوف الظلم اللي داق على العراقيين، لان الناس خلاص هسه بعصر التكنولوجيا التليفون يصور جرائم وتبث على الانترنت والناس كلها تقدر تشوف، لكن من الذي يتدخل؟ شو وقت يتدخل؟ يعني اللي صار على أهل بابل من اعتداء من قبل ميليشيا العصائب التابعة للحشد هو أكبر إثبات ودليل على أنه يجب أن تكون هناك محاسبة وملاحقة وسحب سلاح وسيطرة، لكن هذا الأمر كله مجرد وعود تطلقها هاي الشخصيات. من معنا؟ أبو ياسين من بغداد آخر المتصلين، تفضل يا أبو ياسين. تحياتي لك أخوي الأفناك رافدين. حياك الله، أهلا وسهلا أخي. هسه هم هاي الحكومة أنتم جاي تقولون على هاي الغربية دواحش، هو قبل العراق يعرف داعش، يعرف الإرهابي، أنتم نعم. ناس حاقدين على العراق من الشمال إلى جنوبه. نعم. سويت المسرحية مع داعش، خليتوا العالم تتكاتل بيناتها. نعم. خليتوا أهل الجنوب، أبو الجنوب يحقد على الغربية، أبو الغربية يحقد على الجنوب. نعم. أنتوا شياطين، أنتوا أعداء العراق، أنتوا أعداء الأمة العربية، أنتوا ناس فرد، أنتوا ما تخافون الله. يعني شنو اللي سويتوه؟ هاي راح يصير 20 سنة. شنو اللي صنعتوه للعراق؟ شنو؟ شنو بس الدجل والكذب
وانتم مرض، انتم مرض نزلتوا على العراق، العراق كان صافي. نعم. العراق كان صافي من شماله الى جنوبه. تتوقع يعني يا ابو ياسين يقدر مصطفى الكاظمي يحقق اللي وعد به بملاحقة قتلة المتظاهرين وموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللي تشترك بتنفيذها نفس الميليشيات سرايا السلام ومقتدى الصدر والعصائب قيس الخزعلي وبدر هادي العامري وهاي الأسماء والأعداد الكبيرة الضخمة الموجودة يقدر؟ نعم أخي، أخي هؤلاء كلهم مجموعين بكتاب واحد، دفتر واحد يسمونه دفتر المحتل. نعم. كلهم كذابين قبل العبادي وقبل اسمه المالكي، كلهم كذابين. نعم. هؤلاء أعداء الحق، أعداء الأمة العربية، راضعين حليف فارسي. فأنا أقول للشعب العراقي هؤلاء كذابين. نعم. يعني هسه لسمرته ودعاية هو هذا، هسه هذا الكاظمي يقول ها عود على ساب الساعة، الساعة عود بها صورة صدام حسين، عود ها هاي مال تبوية، عود شوف يا الشعب العراقي يدرون بالشعب العراقي يريد صدام حسين أخي، وتشوفوا هذا هذا بكي قدامي بكي يعني سوي لنا شيء زين، هم كلهم كذابين اخي دجالين. بس ان شاء الله احنا نقول، احنا دائما نقول يا ابو ياسين من ينفتح هيك موضوع ويدخل الموضوع بمقارنات، احنا نقول نظام انتهى قمعي دكتاتوري فاسد بغض النظر، انتهى النظام وانتهى وطلعوا هاي الاجتثاثات وكذا وخلص، خلص راح للتاريخ. هم اجوي ايش قدموا؟ احنا نسال لما وصلت المليارات بيدهم ايش قدموا للشعب؟ نعم. وايش قدموا للعراقيين اللي الان دا نشوفهم ميتين من الجوع؟ اخي قدموا بس الشيطنه، قدموا الكذب، خلوا نعم. حزازيه بين العراقيين من الشمال للجنوب، هذا اللي قدموه، القتل والارهاب كلهم قدموا. نعم نعم. انا اشكرك يا ابو ياسين، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. نقرا فيما تبقى من وقت الرسائل. في رسالة لدينا، السلام عليكم أخي، أنا طالب بالعفو العام، وين مصطفى الكاظمي؟ كذاب، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا مصطفى الكاظمي، أنا أخويا صار له 13 سنة في سجن الناصرية، سيدة ومانس. في رسالة لدينا، السلام عليكم، من خلال قناتكم الموقرة نطالب بالعفو العام لأن يعني السجون صاير بها وباء كورونا وخصوصا سجن التاجي. يا ناس يا عالم ترى المعتقلين في كارثة والحكومة ما يهمهم حتى لو تصير إبادة. في رسالة، السلام عليكم أستاذ، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، والله وعدنا بأن يعرف مصيرهم ووعد الحر دين وأمنا به وننتظر وانتظروا ونشوف. في رسالة لدينا، السلام عليكم، يقول عادل كاظمي بس، طبعا الرسالة غير واضحة وأحرفها غير صحيحة فأعتذر عن قراءتها. السلام عليكم أستاذ محمد، أغلبية الشعب العراقي بحاجة أن يتابع بعض القنوات الصادقة في نقل الأخبار الحقيقية مثل قناتكم وبعض القنوات، لأن الحكومة تستغل حظر التجوال والناس تتابع شاشات التلفاز لبعض القنوات الموالية للحكومة الفاسدة وتبث السموم للشعب. حقيقة هذا نتشرف به هذه الرسالة وهذه حقيقة هذه الشهادة نعتز بها. في رسالة، السلام عليكم، نطالب مصطفى الكاظمي بالنظر إلى الظلم والمعاناة والتعذيب المستمر بالسجون بالإضافة إلى سوء الرعاية الصحية ومعاملة المساجين، نطالب الكاظمي وكل السياسيين باسم الإنسانية والضمير والغيرة ولأجل الأمهات والأولاد والزوجات إطلاق سراح أبنائنا المعتقلين. محمد من الحلة يقول، أطلب من كل عراقي يرفع إيده إلى السماء ويقول يا ربي لو تصلح لهذه الحكومة، لو تهلكها، لو تصلح هذه الحكومة لو تهلكها. وبالنسبة لتصريحات وزير الدفاع أقول له أنت ما تعرف العراقيين زين. شكرا يا محمد. في رسالة لدينا أيضا، أستاذ محمد شلونك، تحياتي لكم، وياك حيدر من بغداد، قناة العراقيين الشرفاء. شكرا جزيلا يا حيدر. في رسالة يقول، على إخواننا أبناء السنة أن يحذروا من النواب الذين يدعون أنهم يمثلونهم. أيضا لدينا رسالة من أبو نور يقول، حسبنا الله ونعم الوكيل. في رسالة أخرى، السلام عليكم، الشعب العراقي أضاع فرصة ثمينة عندما لم يستغل
ثورة تشرين التي أشعلها الشباب النجيب الثائر ويكملها بثورة شعبية عارمة لتقتلع الفرس الذين عاثوا في العراق فساد. أبو نورة، أبو نورة، العراق لم يضع الفرصة، لا تزال الفرصة موجودة ولا يزال الأمل موجود ولا تزال الثورة قائمة. كل ما هنالك أن هناك خطر يهدد حياة العراقيين وهو وباء كورونا، دفع الكثير من العراقيين من أبناء الثورة إلى تجنب الاحتكاك مراعاة طبعا للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي وكذلك، وهذه الأمور طبعا والإجراءات الوقائية. الموضوع لم ينتهي، الموضوع لا يزال مستمر، ولا نزال نرى الناس تستمر في الشوارع في ساحة التحرير وغيرها. تحتاج هذه الثورة إلى المزيد من الدعم، إلى عدم فقدان الأمل، إلى الاستمرارية لكي تنجح. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.